Good morning, ladies and gentlemen. Today, our lecture for third year student, in which we tackle chapters from 21 to until 26. These five chapters is about the relationship between young Catherine and her cousin Linton, and her other cousin, especially her first cousin, let's say Linton, and the other cousin Harrington. يوم محاضرتنا طلبة المرحلة الثالثة اللي راح نناقش بها نشرح ونحلل شابترات من 21 إلى غاية 26، وهاي شابترات تتمحور حول العلاقة ما بين كاثرين الصغيرة وأيضا قريبها لينتون. يان كاثرين طبعا طلابنا كانت متشوقة لسماع was eager to know the news of Linton. كانت يعني أيضا نيلدين وياها، فإذا كانت نيلدين طلابنا تسمع أخبار يعني لينتون from the housekeeper at Wuthering Heights اللي هي زيلا، تلتقي بها طلابنا قرب مدينة يعني في بلدة جريمتون أثناء التسوق. هنا عندنا عرفت نيلدين شيئين مهمين. أولا انه هيثكليف does not stand to او he hate his son، انه هيثكليف يكره ابنه. رقم اثنين طلابنا انه لينتون مريض جدا is frail continues to be frail and sickly. كاثرين الصغيرة اصبح عمرها 16 سنة، فتاة يعني شابة جميلة وايضا عنيدة ويعني فضولية، تحب تطلع تعرف شنو يجري خارج أسوار ثرش كوست جرانج. في أحد المرات طلابنا أثناء خروجهم للصيد، نيلدين وكاثرين الصغيرة، نيلز ذا سايت أوف كاثرين and find her converse with Heathcliff and Harrington. طبعا يعني ما شافتها وين دورت عليه، لقيتها جاي تسولف ويا هيثكليف وهارتون، وكانت تعتقد كاثرين الصغيرة انه هارتون ابن هيثكليف، واخبرها انه هذا هيثكليف انه هذا مو ابنه، he's not his son and he has a son at home، وقالها زوري تعالي زوري ابني. وهنا كانت مطلعة زيارته، وهيثكليف suddenly يعني اثناء الزيارة في وذينج هايتس انه he hopes كاثرين and his son will be married someday، انه يتمنى انه لينتون ويعني وكاثرين الصغيرة يتزوجون في احد الايام. طبعا هنا هاريتون طلابنا كانت تسخر منه كاثرين، ممكن his لا يعني illiteracy than lack of education that يعني كانت تسخر من اميته وقلة ثقافته. هيثكليف forced Linton to go after them. طبعا هيثكليف كان يجبر لينتون على هذه العلاقة مع اللي تخص كاثرين الصغيرة. في ثرشوغز جرانج at ثرشوغز next day كاثرين told her father about her physics and demands why she kept his relative secret. قالت له يعني والدي ليش ما أخبرتني وجود أقارب إلي في وذنك هايس. إدغار حاول يشرح، وبعدين هي عرفت أنه كاثرين الصغيرة افتهمت من الكلام أنه هي هيت هيثكليف. إدغار إمبلورز not to have her contact with لينتون. كاثرين cannot resist exchanging letters with the boy covertly. طبعا هنا نشوف أنه إدغار أجبر بنته على قطع العلاقة مع لينتون، ولكن كاثرين كانت كاثرين الصغيرة طلابنا كانت تتبادل رسائل سرا مع يعني مع لينتون، وكانت هذه الرسائل المكتوبة من لينتون هي هو مجبر عليها من قبل هيثكليف. نيلي عرف شيء آخر طلابنا أنه عرفت أنه هذه الرسائل تجري ما بين كاثرين الصغيرة ولينتون، وقامت بحرق she burned or destroyed all the letters وأرسلت رسالة إلى يعني لينتون at Wuthering Heights to stop correspondence or to stop sending letters to young Catherine، أنه أخبرت أنه
إنه يتوقف عن إرسال رسائل لكاثرين الصغيرة هنا، ولكن هي ارتكبت خطأ كالعادة. نيلدين خطأ أنه she did not tell Edgar about this relationship، ما أخبرت إدغار عن هذه العلاقة. في شابتر 22 طلابنا نشوف أنه إدغار health began to fail، يعني صحته بدأت تدهور، وبدأ يعني يقضي وقته وحيدا بسبب مرضه بعيدا عن كاثري. وحاولت نيلدين تغطي هذا، يعني هذا الشيء. فهنا نشوف أنه كاثرين في أحد الأيام كانت تتسلق على الجدار لقطف بعض الثمار. She want to cut some fruits in the garden. She met هيثكليف، والتقت بهيثكليف بعد سقوطه خلف الجدار. وكان هيثكليف يعتب عليها why she break correspondence with Hilton with Linton، قالها ليش وقفت تبادل الرسائل بينك وبين لينتون. he accuses her of toying with her son's affection and urges her to visit Linton، قالها انت تتلاعبين مشاعر ابني واتمنى منك زيارته. بالاسبوع القادم، يعني بالاسبوع اللي بعده، طلابنا نشوف انه يعني هو كان أيضا يدعي هيثكليف أنه she broke his son يعني heart، أنه كسرت قلب ابنه. كاثرين believes him and asked Nildine to visit next morning. Nilly agrees just to expose Heathcliff's lie. طبعا هنا نشوف أنه نيلدين وافقت على زيارة وذينغ هايتس في اليوم التالي برفقة يعني كاثرين، بسبب أنه تكشف حقيقة كذب يعني هيثكليف. في تشابتر 23 طلابنا نشوف كاثرين أن رايد إن رين تو وذينغ هايتس، قادوا يعني كان جو ممطر ووصلوا إلى وذينغ هايتس. طبعا هنا شافوا لينتون مريض يعني بعد نفس المرض، وكلم وياها انه يعني بتحريض من والده عن امكانية زواجهم. هنا نشوف انه نيلي ان كاثرين رايد هوم، يعني رجعوا للمنزل، انه نيلي اصابتها الحمى because of the rain، يعني she caught cold. كاثرين اضطرت، أصبحت مجبورة على اعتناء كل على اعتناء بكل من والدها إدغار and to take care of her father إدغار and her nurse يعني or her nanny nanny اللي هي نيلدي. ولكن هذا كان في النهار. في الليل she sneak to meet secretly to meet Linton، كانت في الليل تهرب حتى تلتقي بلينتون. في chapter 24 طلابنا نشوف انه كان نيلدين اكتشفت انه كاثرين صغير يعني كاثرين was traveling at night to meet يعني to meet Linton. كاثرين tell her the story، واعترفت كاثرين وأخبرتها في أنه هارتم cannot read، قالت هارتم يعرف يقرأ ويكتب، ولكن استطاع قراءة اسم مكتوب على الجدار الصخري خارج وذينغ هايتس، ولكن ما يعرف يقرأ التاريخ 1500. وكان في أحد الأيام يعني صارت مشاجرة، واضطر يعني هارتون طبعا أجبر لينتون على دخول غرفته، تنمر عليه، وبعدها اعتذر هارتون، وأيضا لامها لينتون على الإصابة، قالها كله كان سببش. بعدين اعتذر من عندها ورجعت العلاقة طبيعية. هي ask her forgiveness after she had heard Catherine's story. Nelly reveals the girl's secret to Edgar. نانا نيلدين بعد ما تستحمل كشفت حقيقة هذا السر أو هاي العلاقة ما بين
يعني كاثرين الصغيرة ولينتون، الوالدة إدغار قالت له يا إدغار بنتك عندها علاقة بلينتون، علاقة سرية وتزورهم. إدغار immediately forbids her from visiting لينتون again but agrees to invite لينتون home to Thrushcross Grange. منعها من انهم الذهاب، ولكن طلابنا كان دعا يعني بنفس الوقت دعا لينتون لزيارة Thrushcross Grange حتى تكون يعني اللقاءات أمام ناظري. Nelly interrupts the story to explain to Liquid its chronology. طبعا Nelly قاطعت القصة وتوقفت عن حكاية القصة حتى تكشف لإله ترتيب أحداث القصة، وأيضا أخبرته that she wonder how he will remain a stranger, speculating that he may fall in love with the beautiful young Catherine. قالت له ما أعتقد أنت راح تبقى غريب، لأن أنت راح يعني تقع بحب كاثرين الصغيرة. وهو اعترف that he might but he doubts his love and that he will live in the moors. قال أنا أشك بحبي يعني الكاثرين الصغيرة، وأيضا أنه أنا أعيش في الأهوار إذا رجع يعني إلى مدينة لندن. وطلب من نيلودين أنه تستمر يعني to keep telling the story. هنا رجعت نيلودين تحكي لمستر ليكويد أو يعني أحداث القصة، أنه يان كاثرين agrees to forbid to abide by her father's wishes and stop sneaking out to visit Linton. توقفت عن زيارة لينتون سرا. لينتون never ولكن لينتون ما كان يستطيع زيارة The Grange. ليش؟ بسبب صحته متدهورة. هنا يعني نيلي أخبرته أنه سعادة بنته تكون مع لينتون، وإدغار وافق على أنه يسمح لهم بالزواج. وهنا نشوف أنه على الرغم أنه معرفته أنه هيثكليف راح هو يكون خلقون مسيطر على ثرش كوست جراند. إدغار هيلث كونتينيو تو فيل أز داز لينتون. إدغار أجريز تو ألاو كاثرين تو ميت لينتون، وسمح إدغار يعني بعد ما صحته تدهور سمح بنته انه تلتقي بلينتون، ولكن مو بوذرينغ هايتس انما في الاهوار. نشوف في الشابتر 26 طلابنا كان اللقاء يعني لينتون بين لينتون اند نيلدين، يعني عفوا نيلدين وكاثرين التقوا بلينتون اللي كان مريض، واتفقوا على لقاء يعني لقاء مرة أخرى في الثلاثاء القادم on next Tuesday. في تحليل هذا الشابتر طلابنا عدنا فكرة الكرونولوجي اللي موضحة أن أحداث القصة تدور بفلاش باك يعني العودة إلى الماضي، وهذا الكرونولوجيكال انفورميشن توضح عن الدين illustrating the similarities and differences between first and second generation of the main characters. توضح هذا يعني هاي الأحداث الغير متسلسلة التشابه ما بين أحداث يعني قصة الثلاثي بالجيل الثاني والثلاثي بالجيل الثالث. اللي نقصد بهم الجيل الثاني طلابنا هم إدغار وكاثرين ذا إلدر، كاثرين كبيرة وهيثكليف، بينما الثلاثي في الجيل الصغير هم لينتون يان كاثرين أن هارتون. مثلا كمثال يعني أنه واحد يتنمر على الآخر طلابنا، وأيضا اضطهاد يعني هارتون كان مضطهد من قبل هيثكليف، وهيثكليف الآن يضطهد عفوا هندلي كان يضطهد يضطهد يعني كمثال هندلي يضطهد بهيثكليف، وهسه هيثكليف يضطهد بمن بهارتون. هيثكليف want to accomplish his revenge، وعندنا فكرة الريفنج، وهنا أنا يسعى خلفها هيثكليف من خلال استحواذه على ثرش كوست جرانج.
and forced bearing upon Heathcliff's behavior. He acts take on sense of urgency as he hurries to have young Catherine married to Linton before the boy dies. كان يجبر ابنه على الزواج، يحاول يسرع من عملية الزواج ما بين ابنه طلابنا وأيضا يعني ابنه، وإحنا مثل ما عرفنا كاثرين الصغيرة، بسبب أنه يخاف أنه ابنه يموت قريبا ويفقد يعني فرصة انتقام والسيطرة على ثرش كوسجاج. I hope you enjoyed this lecture. See you in the upcoming videos.